Liver function test. Liver is important organ inside the body. Therefore, inside the laboratory, there are many tests we use as a liver function test, and we call it liver profile. Liver لها أكثر من function, منها metabolic function, في الكربوهيدرات والليبيد والبروتين والفيتامين والهرمون. الكربوهيدرات لها دور مهم جدا في عملية الجلايكوليزيس. الليبيد لها دور مهم جدا في تصنيع الكوليسترول والترايجلسرايد واللايبوبروتين لها دور مهم جدا في تصنيع البروتين منها الالبومين والكلوتينج فاكتور. الفانكشن تانية وهي عملية الستورج. الليفر نتيجة لحجمه الكبير بيستخدم كستورج لديفرنت بارامتر لايك الجلوكوز والفات الفيتامين والمينرال وده دور مهم جدا بتقوم بالليفر. كمان لها هيماتولوجيك فانكشن معناها ان بتساعد في تخليل الخلايا وكمان في عملية الهيموستاسيس من خلال انها بتقوم بالايرون ميتابوليزم لها دور في الايرون ميتابوليزم في تصنيع الكواجوليشن فاكتور في عملية الريسايكل للريد بلاد سيلز بعد انتهاء اللايف سبان. كمان لها دور في تصنيع الالبومين واللي له دور في حجم وكمية البلاد لانه بتحكم في الخروج ودخول الووتر من التشو اللي احنا بنسميها الانكوتيك بريشر. له دور في عمليه الدايجيشن من خلال ان هو بيفرز البايل اسيد. البايل اسيد له دور في عمليه الدايجيشن للليبيد ان هو بيعمل ايمالسيفيكيشن للفات. كمان الليفر له ديتوكسيفيكيشن اند اكسكريشن فانكشن. ديتوكسيفيكيشن معناه ان هو بيعمل ديتوكسيفيكيشن للتوكسيك ماتيريال وبيعمل لها اكسكريشن بعد عمليه الديتوكسيفيكيشن زي الامونيا والبيليروبين وبعض الدراج والتوكسين الكوليسترول كمان والكبر بيعمل له اكسكريشن في البايل اوتسايد البادي. فعشان كده الليفر له فانكشنز كتيره جدا وعشان كده احنا داخل المعمل بنعمل بانل كبيره جدا بنسميها الليفر فانكشن تيست. الريزنز فور لابوراتوري تيستينج اللي احنا بنسميها الانديكيشن يعني احنا ليه بنعمل داخل المعمل اختبارات الوظائف الكبد اللي هي الليفر فانكشن تيست. اول حاجه assist in differential diagnosis of icterus او الجونز بمعنى ان احنا لو في انيمال عنده جونز في الحاله دي احنا بنعمل differential diagnosis وبنعرف سبب الجونز لان لها اكتر من سبب من خلال اللابوراتوري فايننج وبنشوف هل الليفر انفولفد في الجونز او الاكترس دي ولا لا. الحاجه الثانيه او السبب الثاني detect primary liver disease either with or without icterus معناها ان احنا بنكتشف امراض الليفر او بنشخص امراض الليفر سواء معاها icterus او ما معهاش لان معظم امراض الليفر ما بيبقاش معاها icterus او جوندس وبالتالي احنا بنلجأ للاذر تيست عشان نعمل اكتشاف للبرايمري ليفر ديزيز. الدياجنوزيس اوف سكندري ليفر ديسوردر ذات اكومباني الاذر ديزيز زي الدايابيتس ميليتس وزي البنكرياتيك فايبروز معنى ان الليفر من الاورجنز اللي بتبقى حساسه جدا للاذر ديزيز في الاذر اورجن زي الدايابيتس ميليتس وزي البنكرياتيك ديزيز. فعشان كده احنا بنشخص السكندري ديس اوردر دي من خلال ان احنا بنعمل البانل بتاعه الليفر وبنشوف هل هي اتاثرت لو المريض نفسه عنده امراض اخرى زي الدايابيتس ميليتس. في الحالة دي بنعمل الليفر بانيل عشان نشوف حصل سيكندري ديسوردر داخل الليفر. اخر سبب وهو البروجنوزس ان احنا اوفر اكلينيكال بروجنوزس اوف هيباتيك ديزيز معنى ان احنا بنشوف الليفر هل وصل لمرحلة السيروزس ولا لا او حصل ريجنريشن للهيباتوسايت ورجعت تاني الفانكشن طبيعي. فالبروجنوزس ان احنا بنعرف مستقبل الحالة او حالة الليفر هل وصلت لمرحلة الديستركشن ولا لمرحلة الريجنريشن. دي كلها بنسميها الانديكيشن او الريزونز فور لابوراتوري تيست. ليميتيشن اوف ليفر فانكشن تيست. ليميتيشن معناها بعض الصعوبات اللي بتقابلنا داخل المعمل. احنا بنعمل الليفر فانكشن تيست البانل كلها ولكن في بعض الاحيان بتواجهنا بعض المشاكل او بعض الصعوبات منها ان احنا ما بنقدرش نكتشف الليفر دامج غير بعد الاكستنسيف دامج. الاكستنسيف دامج از ريكوايرد معنى ان اللابوراتوري تيست اللي احنا بنعمله داخل المعمل بيطلع abnormal value بعد الاكستنسيف دامج يعني معناه لازم يحصل تكسير لكميه كبيره قوي من الليفر تيشو عشان التيست اللي انا بعمله داخل المعمل يطلع abnormal value وده بيحصل نتيجه لان الليفر عندها ريزيرف
او احتياطي من الخلايا. عشان كده لو في اي جزء اتكسر الريزيرف بيقوم مكانه، عشان كده لما بنيجي نقيس الفانكشن بنلاقيها طبيعيه. عشان كده الفانكشن ما بتتغيرش او ما بيحصلهاش ديستربنس غير لما يبقى جزء كبير جدا من الليفر اتكسر، وده طبعا بيعمل لنا ليميتيشن، معناه ان انت بتعمل اختبار داخل المعمل ولكن ما بتقدرش تكتشف السمول دامج داخل الليفر. الحاجة التانية ان some tests are lacking sensitivity، معنى ان في بعض الاختبارات بنقيسها زي الانزيمز ممكن بتقول ان ده ممكن يكون تكسير داخل الليفر او داخل المصل، زي الاي سي تي انزيم ده بيزيد في الديزيز بتاعت المصل والديزيز بتاعت الليفر، عشان كده بيبقى lacking sensitivity، يعني مش مخصوص فقط ل الليفر. There are so many function. الليفر زي ما احنا شرحنا لها metabolic function و detoxification function و hematologic function و storage function. احنا عشان نقول ان الليفر سليم لازم نعمل examination للfunction دي كلها، لان ممكن function تبقى يحصل لها disturbance والfunction تانية بتبقى سليم. وطبعا الليفر عنده functions كتيرة جدا، عشان كده طبعا احنا ما بنقدرش نعمل الاختبارات كلها لانها طبعا بتبقى اقتصاديا غالية جدا، وده برضو اللي بيعمل لنا مشاكل بالنسبة لتشخيص وظائف الكلى. السبب الرابع اللي هو الباثولوجيك كونديشن اوف اكسترا هيباتيك اوريجين، معناها ان الليفر بتأثر بامراض كتير جدا داخل الجسم زي ما قلنا، سواء في البنكرياس او في الميتابوليك ديزيزز او في الكيدني. عشان كده بيبقى صعب جدا ان احنا نكتشف الاوريجين، يعني هل الليفر نفسه في مشكله ولا ده نتيجه لمرض تاني داخل الجسم. الساينس اوف ليفر ديزيزز، مفيش باثوجنوميك ساينس للليفر ديزيز. بتظهر بعض التغيرات او بعض الساينس، منها الليثارجي، الانوركسيا، الويت لوس، الفوميتنج والجونس. الاعراض دي كلها ممكن بتظهر مع الليفر ديزيز وكمان بتظهر مع امراض تانيه. حتى الجونس نفسها اللي هي الصفحه بتظهر مع الليفر وكمان بتظهر مع الهيموليتيك انيميا وامراض تانية. عشان كده احنا بنقول ان مفيش باثوجنوميك ساينس للليفر ديزيز، وعشان كده احنا دايما بنقول ان امراض الليفر بتبقى صامت. كمان بيبقى في بعض الاعراض العصبيه اللي هي الالترد مينتال ستيتس زي الدبريشن تو سيزر اللي هي التشنجات، وبالتالي احنا لازم بنلجا للمعمل بحيث ان هو بيقدر يكتشف كل التغيرات او الديزيزز اللي بتحصل داخل الليفر. الليفر له ديوال بلاد سبلاي، له بلاد سبلاي من داخل الجسم عن طريق الهيباتيك ارتري، بيجيب البلاد من الاورطه بيوصله داخل الليفر وبعد كده بيطلع عن طريق الهيباتيك فين. كمان له بلاد سبلاي عن طريق البورتال فين، بيجيب كل البلاد اللي طالع من السمول انتستين وبيدخله داخل الليفر، بحيث ان الليفر هي البوابه اللي تستقبل كل البلاد اللي جايه من الانتستين، وبالتالي اي ماتيريال توكسين بتقدر الليفر تتعامل معاه او بتعمل لها ميتابوليزم، وبعد كده بينتقل البلاد للهيباتيك فين اللي بيروح للفينا كافا للجنرال سيركيوليشن. بالشكل ده تركيب الليفر من ناحيه الهيستولوجي، الليفر طبعا مميزه جدا بالهيباتيك لوبيول اللي هو الاكساجنال شيب اللي هو الموجود قدامنا ده، وبيحتوي في السنتر، السنترال فين موجود في النص اللي هو بيجمع البلد، وموجود على البريفري اللي هي البورتال اريا اللي بيبقى موجود فيها كل الفيسلز. البلد بيجي هنا من البورتال فين، ده البورتال فين، دي البورتال اريا هي اللي بيبقى فيها الفيسلز، منها برانش من البورتال فين بيجيب البلد من الانتستين، وده برانش من الهيباتيك ارتري اللي بيجيب البلد من الاورطة، وبيعمل فورسنج للبلد بحيث ان هو بيمشي في الفراغات اللي هي ما بين الهيباتيك كورتس اللي احنا بنسميها الهيباتيك ساينسوس. دي فراغات كتيرة جدا هي موجودة ما بين الهيباتيك كورتس، وبالتالي كل الكونستيتوينت الموجوده في البلد بتقدر تخش جوه الهيباتوسايت وتطلع بحريه جدا داخل السينوسويد، وبعد كده كلها بتجمع في السنترال فين، والسنترال فين بيجمع في الهيباتيك فين. كمان بيوجد فراغات ما بين الهيباتيك كوردز ما بين التو كوردز اللي احنا بنسميها البايل كانالي كولاي. البايل كانالي كولاي اللي هي تصغير كانال، لانها بتبقى فراغات صغيره جدا ما بين التو كوردز، وظيفتها ان هي بتجمع البايل بعد ما بيحصل له اكسكريشن من الهيباتوسايت بيخش جوه البايل كانالي كولاي اللي هي بتجمع مع بعضها في البايل داكتس الرئيسيه وبتودي للجول بلاد او بتخزن في الجول بلاد. فيبقى هنا زي ما احنا شايفين البلاد ماشي في الاتجاه ده،
لان ده داخل السنترال فين اللي هو بيروح للهيباتيك فين للجنرال سيركوليشن. انما البايل بيحصل له اكسكريشن في البايل كانال كولاي للبايل داكت وبعد كده بيحصل له اكسكريشن للانتستين. البايل كانال كولاي اللي هي القنوات الصغيره جدا اللي هي موجوده ما بين تو هيباتوسايت دي بتبقى زي ما احنا شايفين موجوده ما بين الاثنين هيباتوسايت وبتتاثر بالتشينج في السايز بتاع السيلز بتاع الهيباتوسايت. لو حصل اي انكريز او سويلنج في السيلز بالتالي بيعمل كومبريشن او بيضغط على الكانال كولاي وبيعمل لي اوبستراكشن او بيعمل كوليستاسيس وده هنعرفه في انواع الجونز. ما بنيجي نعمل كلاسيفيكيشن لليفر فانكشن تيست بنقسمها على حسب الفانكشن اللي انا بختبرها. قلنا عندنا بانل كبيره جدا من الاختبارات اللي هنسميها الليفر فانكشن تيست بقسم كل مجموعه على حسب الفانكشن اللي هي بتختبرها. اول مجموعه من الاختبارات بتقيس السكريشن اند اكسكريشن فانكشن اوف ذا ليفر منها البايل بيجن نشرح فيها البيليروبين مع البايل اسيد. مجموعه ثانيه من الاختبارات بتعتمد على سبيسيفيك بايوكيميكال فانكشن او بتقيس الميتابوليك فانكشن بتاعه الليفر بتشمل البروتين ميتابوليزم تيست من خلالها بنقيس الالبومين الكربوهيدرات ميتابوليزم تيست وبنقيس فيها الجلوكوز الليبيد ميتابوليزم تيست وبنقيس فيها الكوليسترول والترايجلسرايد مع اللايبوبروتين. النوع الثالث او المجموعه الثالثه من الاختبارات تيست ديبند ابون ميجرمنت اوف سيرم انزيم اكتيفيتي نقيس مجموعه من الانزيم كامثله ليها الترانس امينيزس والفوسفاتيزس. دي مجموعه من الانزيمز بنقيسها عشان نشوف الانتجريتي او مدى سلامه الهباتوس. اول حاجه هندرسها اللي هو السيرم بيليروبين من البايل بيجمنتس واللي بتقيس السكريشن اند اكسكريشن فانكشن اوف ذا ليفر. البيليروبين بيجي من ديستراكشن للريد بلاد سيلز اثناء عمليه الاريثروبويسيس اللي احنا خدناها في الهيماتولوجي. كل يوم الجسم بيعمل برودكشن لحوالي 1% من حجم البلد كل يوم. ال1% دول بيقابلهم 1% من الاولد سيلز اللي هي خلصت اللايف سبان وبيحصل لها ديستراكشن. فبالتالي كل يوم بيبقى فيه تصنيع 1% من البلد جديد وتكسير 1% من البلد. وبالتالي عملية تكسير الخلايا اللي هي الريد بلد سيلز اللي خلصت اللايف سبان بتبقى عملية مستمرة وبالتالي كل يوم بيطلع بيليروبين نتيجة لريسايكلينج للريد بلد سيلز. الريد بلد سيلز بعد ما بتخلص اللايف سبان بتاعها او في نهاية اللايف سبان بيحصل لها تشينج في الشيب بتاعها وعشان كده الجسم بياخدها ويعمل لها فاجوسيتوزس وبيعمل لها ريسايكل. عملية التشينج في الشيب للريد بلد سيلز بتحصل نتيجة لديستربنس في الاي تي بي. الاي تي بي بيبقى بيحصل برودكشن داخل الريثروسايت في اثناء عمليه الجلايكوليسيس واليانج سيلز بتستخدمه في عمليه الايونيك بالانس معناها ان هي بتحافظ على الصوديوم اوت سايد الريد بلاد سيلز والبوتاسيوم بيبقى موجود انسايد ذا سيل. الاثنين بيبقى بوزيتيف تشارج عشان كده دايما بنحافظ على الايونيك بالانس ما بين الاثنين. خلية بتحافظ على البوتاسيوم جوه والصوديوم بيبقى اوت. الاولد سيلز اللي هي بتبقى خلصت او قربت تخلص اللايف سبان بيحصل ديكريز في البرودكشن للاي تي بي وبالتالي الايونيك بالانس بيحصل له ديستربنس. في الحاله دي بنلاقي ان الصوديوم بيحصل له انترنس انسايد الاريثروسايت والووتر فولويد بياخد كميه كبيره جدا من الووتر داخل ريد بلاد سيلز. البوتاسيوم بيطلع بره عشان الاثنين بوزيتيف تشارج ولكن دخول الووتر بكميه كبيره جدا داخل السيلز بيعمل لها سويلنج وعمليه السويلنج بيحصل انلارجمنت وبالتالي بيحصل تشينج في الشيب للريثروسايت. ما بيحصل ابنورمال شيب للريثروسايت فبالتالي الماكروفاج بتعمل ديتكشن للابنورمال شيب والديتكشن ده بيتم داخل السبلين عن طريق الماكروفاجس. اي خليه ماشيه داخل الكابيلز اللي هي موجوده في السبلين بتعمل لها انجلفنج وبالتالي بتاخدها من البلاد ستريم وبعد كده بتعمل لها تكسير او ريسايكل. ادي الريثروسايت اللي شكلها ابنورمال. الماكروفاج بتعمل لها فاجوسيتوزيس داخل الفاجوسوم وبعد كده بتعمل لها دايجيشن
داخل الفاجوسوم عن طريق اللايتيك انزيم، بتكسر الريد بلاد سيلز وبتطلع منها الفري هيموجلوبين. ده الهيموجلوبين اهو مولكيول بيحصل له تكسير وبيتحول للهيم والجلوبين. الجلوبين اللي هو عبارة عن البروتين بار، بيكسر ويطلع الامينو اسيد اللي بتخش في البروتين ميتابوليزم. بعد كده الهيم رينج هي اللي بتكمل عملية الريسايكلينج، بتتكسر وتتحول للبيليروبين مع الايرون، بيليروبين مع الايرون، بنخزنه داخل الجسم، بيتنقل عن طريق الترانسفرين، وبعد كده بيتخزن في صورة بروتين داخل الماكروفاجس او بيروح للبون مارو عشان يخلق الخلايا الجديدة. البيليروبين اللي هو الجزء المتبقي اللي ما بقاش له اي فانكشن داخل الجسم، عشان كده بنعمل له اكسكريشن للاوتبوت. لما بنشوف السايكل كامله يبقى هنا الريد بلاد سيلز لما بيحصل لها فاجوسايتوزيس للماكروفاجس، الهيموجلوبين بيتقسم لجزئين، الجلوبين وده عباره عن بروتين بيتحول للامينو اسيد اللي بتخش في البروتين ميتابوليزم، الهيم رين عباره عن ايرون اللي بيطلع ويتخزن داخل الماكروفاج او داخل البون مارو في تصنيع الخلايا الجديده. البيليروبين اللي هو بيتكون، هو ما بيتكونش على مرحله واحده، بيتكون على اكتر من مرحله. الهيم بيتحول الاول للبورفايرين وبعد كده البيليفيردين وبعد كده بيتحول للبيليروبين، والثلاثه عباره عن ستين بمعنى ان هي لها كلر، عشان كده احنا الثلاثه عاملينهم باللون الاصفر بالشكل ده، بيحصل لهم ريدكشن لحد ما بتوصل للبيليروبين. البيليروبين ده ما بيبقاش له اي فانكشن داخل الجسم، عشان كده بيحصل له اكسكريشن عن طريق الليبر، بيمشي في البلاد ستريم باوند تو البومين، واحنا بنسميه انكونجوجيتد بيليروبين لان هو هنا في الحاله دي مش متحد مع اي حاجه، هو بس محمول على الالبومين لانه ما بيدوبش في الميه، عشان كده بيتحمل على الالبومين ويمشي في البلاد لحد ما بيوصل للليفر اللي هو مكان الاكسكريشن. النوع ده اما بيخش داخل الليفر بيحصل له كونجوجيشن وتركيبه الكيماوي بيتغير والكاركتر بتاعته بتتغير، عشان كده احنا بنفرق ما بين النوع اللي هو موجود داخل البلاد اللي هو احنا مسميه الانكونجوجيتد بيليروبين ده عن النوع اللي هيتكون بعد كده، فبنديله مجموعه من الاسامي، فانا بسميه انكونجوجيتد بيليروبين او بنسميه الفري بيليروبين، ووتر انسوليبل لانه ما بيدوبش في الميه، ووتر انسوليبل بيليروبين بنسميه هيمو بيليروبين لانه هو النوع الاساسي اللي بيمشي في البلاد، بنسميه اندايركت بيليروبين على حسب اختبار هندرسه بعدين اللي هو بنسميه الفاندنبرج تيست، بنسميه اندايركت بيليروبين وكمان بنسميه بروتين باوند بيليروبين لانه هو بيبقى باوند مع القلب. هما اكتر اسمين بنستخدمهم اللي هو الاندايركت بيليروبين او الانكونجوجيتد بيليروبين. بعد كده الانكونجوجيتد بيليروبين بيوصل للليفر اللي هو مكان الاكسكريشن والديتوكسيفيكيشن من خلال الريسبتور اللي هي موجوده داخل السينوسويدال ميمبرين، بيبقى فيه سبيشال ريسبتور. الالبومين مع الانكونجوجيتد بيليروبين بيتحد مع الريسبتور، وبعد كده الالبومين بيحصل له فريينج بيسيب الانكونجوجيتد بيليروبين، والبيليروبين هو اللي بيخش داخل السيلز بالشكل ده. ادي الريسبتور بيحصل لها انترنايزيشن، خش جوه الهيباتوسايت ويبقى الانكونجوجيتد بيليروبين داخل السيلز، والالبوم رجع تاني يمشي في البلازما. بعد كده الانكونجوجيتد بيليروبين بيمشي داخل الهيباتوسايت عن طريق كارير او ترانسبورتر او بايندينج بروتين بنسميه ليجندين بروتين. وظيفته ان هو بياخد اللي هو ده عباره عن كارير داخلي بيشيل الانكونجوجيتد بيليروبين من السيل ميمبرين على الريسبتور وبينقله للاندوبلازميك ريتيكولوم، المكان اللي بيحصل فيه عمليه الديتوكسيفيكيشن. هنا داخل الاندوبلازميك ريتيكولوم بيتم كونجوجيشن او استريفيكيشن للبيليروبين مع الجلوكرونيك اسيد اللي هو ده، وبيتحدوا الاثنين مع بعض وبيتحول للكونجوجيتد بيليروبين. conjugated bilirubin بيحصل تشينج في الشكل وفي البروبارتيز، عشان كده احنا بنغير المسمى بتاعه بنسميه conjugated bilirubin، لان اللي كان ماشي في البلاد ما حصلوش conjugation كنا بنسميه unconjugated bilirubin، انما النوع اللي حصل له conjugation ده بنسميه conjugated bilirubin
او بنسميه الدايركت بالروبن على حسب الفاندنبرج تيست، بنسميه ووتر سوليبل لان هنا فعلا البروبارتس بتاعته اتغيروا بقى بيدوب في الماء، عشان كده بيبقى سهل جدا ان انا اعمل له اكسكريشن عن طريق البايل. كمان بنسميه الكولي بالروبن لان الطريق الاساسي اللي بيمشي فيه هو البايل داكت وبعد كده بينزل في الانتست، انما النوع الاولاني اللي هو الانكونجوجيت كان بيمشي في البلاد بنسميه الهيمو بالروبن. فدي مجموعه من النيمز اللي احنا بنستخدمها عشان نوصف النوع الثاني او الكونجوجيتد بالروبن. برضو هم اكتر اسمين بنستخدمهم اللي هو الكونجوجيتد بالروبن او الدايركت بالروبن. بعد كده بتتم عمليه الاكسكريشن بعد الكونجوجيشن من خلال الكونجوجيتد بالروبن، بيخش داخل البايل كانالي كولاي اللي هي القنوات الصغيره اللي احنا قلنا اللي هي ما بين الاثنين هيباتوسايت، بيبتدي يحصل فيها اكسكريشن للكونجوجيتد بالروبن بحيث ان هو ينزل مع البايل. بعد كده البايل بيجمع داخل الجول بلادر، وفي اثناء عمليه الدايجيشن وخاصه في الفاتي ميل بيحصل كونتراكشن للجول بلادر، وكل البايل بينزل في منطقة الديودينم في السمول انتستين، بينزل كل البايل ومعاه الكونجوجيتد بالروبن. البايل بيحتوي على البايل أسيد والبيلروبن بشكل كبير جدا، بيساعد في الديجيشن وخاصة في الديجيشن للفاتي ميل أو الفاتن، لأنه بيعمل إمالسيفيكيشن للفات، بيحول اللارج جلوبيول لسمول جلوبيول وبيجيبها على السيرفس بحيث ان اللايبيز بعد كده بيبتدي يكسر. عشان كده احنا قلنا ان الليفر له دايجستيف فانكشن من خلال ان هو بيفرز البايل اللي بيحتوي على البايل اسيد وكمان بيحتوي على الكونجوجيتد بالروبن. بعد ما بيوصل من السمول انتستين لللارج انتستين بعد كده بيحصل له ريدكشن عن طريق الكومنسال بكتيريا اللي هي موجوده في اللارج انتستين. البكتيريا الموجوده بتعمل له كات اوف او بتعمل له ريدكشن، وبالتالي بتحول البيلروبن لمجموعه من المركبات، جزء بنسميه الستيركو بايلينوجين والجزء الثاني بنسميه اليورو بايلينوجين. الجزء اللي هو الستيركو بايلينوجين ده عباره عن برودكت من ريدكشن للكونجوجيتد بيلروبن، بيبقى ووتر انسوليبل عشان كده بيحصل له اوكسيديشن ويتحول للستيركوبايلين داخل اللارج انتستين. بعد كده الستيركوبايلين بيطلع مع الستول وهو بيبقى كالر برودكت، عشان كده هو اللي بيدي للستول البراونش كالوريشن. الجزء الثاني وهو اليوروبايلينوجين ده بيبقى ووتر سوليبل، عشان كده بيحصل له ري ابسوربشن وبيوصل للليفر. الجزء اللي بيمتص بيخش داخل الليفر بيتقسم لجزئين، الجزء الاولاني بيحصل له انتيرو هيباتيك سيركيوليشن بمعنى ان هو بيوصل للليفر، الليفر بتعمل له كونجوجيشن وبتعمل له اكسكريشن تاني في البايل، وده اللي احنا بنسميه انتيرو هيباتيك سيركيوليشن، معناه ان هو بيطلع من الانتستين يخش الليفر وبعد كده من الليفر يوصل تاني للانتستين. انما في جزء تاني بيوصل للليفر وبعد كده بيروح للجنرال سيركيوليشن للكيدني وبعد كده بينزل في اليورين في صوره يورو بايلينوجين، وبعد كده اليورو بايلينوجين بيحصل له اكسيديشن ويتحول لليورو بايلين. دي كلها السايكل اوف بيلروبين برودكشن، بمعنى ان السايكل دي كلها بيحصل انتاج للبيلروبين في البلد وكمان بتطلع منه بعض المنتجات اللي بتبقى موجوده داخل الستول زي الستيركو بايلين، وبعض الحاجات اللي بتبقى موجوده داخل اليورين زي اليورو بايلينوجين. احنا بنقيس كل المنتجات دي عشان نشوف السايكل شغاله ولا لا، لان لما بيحصل في مشكله ممكن تحصل قبل الليفر او داخل الليفر او بعد الليفر، ودي الاساس اللي احنا هنقسم عليه الجون. فيبقى هنا السايكل او السورس اوف بيلروبين في البلد عن طريق الريسايكلينج للريد بلاد سيلز بعد ما بتخلص اللايف سبان داخل الريتيكولو اندوثيليال سيستم في السبلين او الليفر او حتى البون مارو. الماكروفاجز تعمل انجيشن للاولد سيلز وبتطلع منها الانكونجوجيتد بيلروبين اللي بيوصل للبلد وبيتحد مع او باوند للالبومين، وبعد كده بيمشي في البلد لحد ما بيوصل للليفر اللي هو المكان الكونجوجيشن والاكسكريشن. داخل الليفر بيحصل له كونجوجيشن مع الجلوكرونيك اسيد وبيتحول للكونجوجيتد بالروبن، بعد كده بيحصل اكسكريشن في البايل للانتستين بيساعد في عمليه الامالسيفيكيشن والدايجيشن للفات. بعد كده البكتيريا او الكومنسال بكتيريا اللي هي موجوده في اللارج انتستين
تعمل له بكتيريال ريدكشن، بيتحول لمركبين منها الستيركوبايلينجن اللي هو ما بيدوبش في الميه، عشان كده بيطلع مع الاستول وبيحصل له اوكسيديشن وبيتحول للستيركوبايلين. اليوروبايلينجن بيبقى ووتر سولوبل وبيمتص من الانتستين عن طريق البورتال فين وبيوصل لليفر. بالشكل ده بيوصل للليفر. الليفر بتقسمه لجزئين، في جزء بيكمل اللي هو الانتيرو هباتيك سيركوليشن، بمعنى ان هو بيطلع من الانتستين وبيروح للليفر وبعد كده بينزل في الانتستين تاني، اللي احنا بنسميه انتيرو هباتيك سيركوليشن. وفي جزء بيطلع من الليفر بيوصل للجنرال سيركوليشن وبيوصل للكيدني، الكيدني بتعمل له فلتريشن لليورين في صوره يورو بايلينج. لو قعد فتره بيحصل اكسيديشن وتحول لليورو بايلينج، انما احنا بنهتم باليورو بايلينجن اول ما اليورين بينزل، وده اللي بنقيسه في الستريب بتاعت اليورين. الميجرمنت للبيلروبين داخل المعمى، ازاي احنا بنقدر نقيس البيلروبين داخل المعمى؟ البيلروبين دلوقتي احنا عرفنا ان في نوعين، في نوع بنسميه الكونجوجيتد والنوع الثاني بنسميه الانكونجوجيتد بيلروبين. بنقيس البيلروبين في عينه البلد عن طريق اختبار بنسميه الفاندنبرج تيست. في الفاندنبرج تيست بنجيب السيرم ونحطه على البيازو ريجنت، ده الدايزو ريجنت اهو، بنحط عليه السيرم، فبيحصل تفاعل ما بين البيلروبين مع الدايزو ريجنت. ولكن النوع اللي بيتفاعل مع الدايزو ريجنت بيبقى الكونجوجيتد بيلروبين بس، لان الدايزو ريجنت ده عباره بيبقى عن اكواس ميديوم، فبالتالي اللي بيتفاعل معاه نوع البيلروبين اللي هو ووتر سولوبل، عشان كده اللي بيتفاعل في الاول اللي هو الكونجوجيتد بيلروبين، عشان كده احنا سميناه دايركت بيلروبين، لانه بيحصل دايركت ميجرمنت، مجرد ان احنا بنحط السيرم على الدايزو ريجنت بيحصل تشينج في الكالر نتيجه لتفاعل الدايزو ريجنت مع الكونجوجيتد بيلروبين، وبيدينا تشينج في الكالر، والكالر بعد رئيسه داخل السبيكتروفوتومتر وبنعرف منه كميه الكونجوجيتد بيلروبين، عشان كده احنا سميناه دايركت بيلروبين. يبقى التسميه جت من هنا من الفاندنبرج رياكشن، طالما في دايركت رياكشن يبقى بنسميه دايركت بيلروبين. انما النوع الثاني اللي هو الانكونجوجيتد بيلروبين بيبقى باوند للالبوم، عشان كده ما بيقدرش يتفاعل مع الدايزو ريجن، فبنضطر نحط ماده بسيطه وهي الالكول، بحيث ان هي بتذوب الانكونجوجيتد بيلروبين وبتسمح له ان هو يتفاعل مع الدايزو ريجن، فبنحط الالكول وبعد كده بيحصل تشينج في الكالر نتيجه لتفاعل الاندايركت بيلروبين مع الدايزو ريجن، عشان كده بيدينا مور انتنسيتي للكالر. الكالر اللي طلع ده بيبقى نتيجه للكونجوجيتد بيلروبين اللي هو تفاعل في الاول، وكمان الانكونجوجيتد بيلروبين اللي هو تفاعل في المره الثانيه، عشان كده الكالر الموجود قدامنا ده يدينا انديكيشن عن التوتال بيلروبين، عن توتال بيلروبين. فهنا طالما الانكونجوجيتد بيلروبين بيتفاعل بعد اضافه الالكول، فعشان كده ده بيبقى اندايركت رياكشن، وبنسمي النوع ده من البيلروبين بنسميه اندايركت بيلروبين. بعد ما بنقيس الدايركت بيلروبين في الاول وبعد كده بنقيس التوتال بيلروبين، في الحاله دي بنعمل المعادله او بنقيس الاندايركت بيلروبين من خلال ان احنا بنعمل المعادله، يبقى التوتال بيلروبين لو طلع في النهايه بنطرح منه الكونجوجيتد بيلروبين بيدينا الاندايركت بيلروبين. الاندايركت بيلروبين يبقى هنا التوتال بنشيل منه الدايركت يدينا الاندايركت بيلروبين، وعشان كده احنا في الحاله دي بنسمي الانكونجوجيتد بيلروبين هو الاندايركت بيلروبين، وبنقيسه من خلال الفاندنبرج تيست. يبقى انت في المعمل ما بتيجي تقيس البيلروبين بتقيس ثلاثه بارامتر للبيلروبين، التوتال بيلروبين، الدايركت بيلروبين، والاندايركت بيلروبين، ثلاثه بارامتر احنا بنعمل لهم ايفالويشن داخل المعمل، ومن خلالهم بنقدر نحدد نوع الجوندس، لان في اختلاف ما بين الكونجوجيتد والانكونجوجيتد في مختلف انواع جوندس.